السوقي، كتاب ندى السيد والسيد هاشم السيد أحمد الرفاعي الشعري يناديك. هل من مجيب؟ تهضب. نعم بقرأ لك. فتحت فتحة وعلى نيتها وشوف شنو طلع. طلع أهل الكساء. اليوم احنا 5 محرم 1443 3/8/2022. تقول للنداء أصحاب العباية. أيوة والله سميتها شائرة أهل البيت وأهل البيت دولة أهل الكساء عليهم السلام. شعر ندى السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي بحر الرمل. تقول الرمل انزه الفضل وزان الشرفاء، إنما مجمعه أهل الكساء، من بقرآن عظيم ذكرهم وحديث من بشير الأمناء، من كس الطهر عليهم سابق جلل النور سماهم والثناء، هم ملاذ للبرايا ملجأ ووفاء من شرور وابتلاء، هم شموع زينب درب الهدى زينت درب الهدى فاستنار الكون منها بالضياء، بلسم للجرح هم والله بل للبرايا هم شفاء ودواء، باتباع المصطفى قد كلفوا بعد تشريف لهم بالصفاء، فرسول الله بالحسنى أتى صاحب المعراج في أعلى سماء، رحمة الله إلى نور الورى ناصر والحق نصير الضعفاء، فأليهم سار دربي وانتهى حبهم خلاط روحي والدماء، حبهم فرض على من يبتغي حب طه بهذا الشرع جاءوا، حبهم من حب حبه من حبهم عين الرضا، إنهم أهل المعالي والسناء. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها ائتني بزوجك وابنيك، فجاء بهم فألقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء كان تحتي خيبريا أصبناه من خيبر، ثم رفع يده فقال اللهم إنه ولا آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدي وقال إنك على خير. لأبي يعلى في مسنده وللديلمي في مسند الفردوس. إيه بس فيه رواية أنه قال لها بلى، قالت أنحن من آل بيتك؟ قال بلى. صح. قالش نعم عليهم السلام. لأن بلى إذا جاء جواب للنفي هنا استدل النحاة على أنها جواب الإثبات. صح. إيه هم كبار القوم، تكملة لشعرتنا ندى السيد ساشم والسيد أحمد رفاع لأختي، هم كبار القوم من صفوا التقى، فهنيئا آل بيت ذي اشتباه، اشتباء حق للشاكر منهم نعمة من كريم أن يباهي بالعطاء، من له جد كجدي المصطفى أحمد المختار خير الأنبياء. بعدين تقول عن عمر رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم كل ولد بأب عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم، أخرجوا أحمد في المناقب. هذا الحديث. نعم عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل ولد أب عصبتهم لأبيهم ما خلا فاطمة ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم، رجوه أحمد في المناقب. هذا الحديث ورد بهذه الرواية وورد برواية أخرى هي كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال السيوطي في الجامع صغير حديث حسن، وذكره الهندي في كنز العمال والهيتمي في مجمع الروائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل بني أب عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة فأنا ونيهم وأنا عصبتهم وهم عترتي، خلقوا من طينتي، ويل المكذبين بفضلهم، من أحبهم أحب الله ومن أبغضهم أبغض الله. الحاكم في مستدركه وابن عساكر عن جابر. وهذه قصيدة عندها قصايد سيدنا الإمام علي بن أبي طالب. يا ندى لقد أبدعت ونشكرك، وأين موقعك للي يبي يحييك يا بنت فاطمة وبنت السيد اللي يعقوبنا الرفاعيين. والله شقت شقوقي هي ندى، ما تخيط في الشعر
هاي كل كتبها مو واحد. اه صلوا هاي كتبها صلواتي ديوان الانبياء زهر مصطفى وطني الذي احب الزهر بعزاء افكار هذا المعلم كله ورسوله بياسين الشعر حديقه رابطه العتبه. وين موقعك يا ندى؟ ندى شنو معناته؟ ندى الكرم. شنو هو اسم مصري ولا عراقي ولا شامي؟ لا 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 لا، الندى اصلا هو ما ينزل على سبحان الله قبل طلوع الشمس. الله انزل على الجام. اي لا الزروع احسن. الله فديه قبل، ولذلك ربنا قال فإلا من صبها وابل فطل. فطل هو الطل، يعني فطل يكفيها. الله بخصوبة اراضيها تجود باستمار ولو بالندى اللي بينزل. سبحان الله يا ندى فعلا اسم على مسمى.